ضيف العزيز الأكاديمي المتميز الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب والعضو المشارك في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد بإنجلترا، وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل النسائي، وصاحب دكتوراه أمراض النساء والتوليد، واستشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي، ورئيس مجلس إدارة مركز تبارك للولادة والحقن المجهري والتجميل النسائي الاسم القدير. اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن، اهلا بحضرتك. الحقيقه الموضوع احييك عليه لانه موضوع شيق جدا، فخلينا نبدا الاول كلمه المبيض لما يكسل او يفشل، انهم ادق الكلمه الادق ايه، والتعريف الادق والدقيق لكلمه بريماتيور اوفيريان فيلير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك قدمت الكلام على المبيض، كلام مهم جدا. المبيض ده عضو ليه وظيفتين مهمين جدا، اول حاجه وظيفه انجابيه، تاني حاجه وظيفه هرمونيه. الكلام مهم قوي لان كتير قوي من الناس بينسوا الوظيفه الهرمونيه بتاعته، خصوصا لما يكون في مشاكل في فشل، بيبصوا على التبويض مفيش قدره انجابيه، يقول السيده دي خلاص، ينسوا الوظيفه الهرمونيه اللي هي مش شغاله بتاع المبيض. دي حاجه مهمه قوي هنتعرف لها في الكلام اللي جاي دلوقتي، فلازم ناخد بالنا منها قوي. طبعا فشل المبيض، المفروض المبيض بيبقى ده شغال طبيعي من سن البلوغ لغايه سن 50 سنه على الاقل، بيبقى بيشتغل كوظيفه انجابيه يعني القدره على الانجاب، بيشتغل كوظيفه هرمونيه اللي هي بتحافظ على الجسم بتاع السيده والهرمونات الانوثه بتاعتها طول الفتره ديت. لما يتوقف عمل المبيض قبل سن ال 40 سنه ده بنسميه فشل مبكر في المبيض. يعني السيده اللي هي عندها المبيض جه عند 40 سنه او قبل سن ال 40 سنه ما بقاش شغال، ده فشل مبكر في المبيض. ليه نوعين، في عندنا نوع اولي ونوع ثانوي. الاولي اللي هو السيده من عند البلوغ البنت وهي صغيره وسط مرحله البلوغ المبيض ما اشتغلش خالص، دي بنسميه فشل اولي في المبيض ما اشتغلش. فشل ثانوي، المبيض اشتغل وجا عند سن 25 سنه وقف، عن 30 وقف، 35 وقف، ده فشل ثانوي. يبقى كده عرفنا فشل مبيض يعني توقف عمل المبيض عند سن اقل من 40 سنه سواء اولي او ثانوي. الاسباب، الاسباب مهمه جدا يا دكتور ايمن. ليه؟ لان في اسباب نقدر نتجنبها ونبعد عن موضوع فشل المبيض، ودي حاجه مهمه جدا ولازم، ده الدور التوعوي بتاع برنامج حضرتك المهم جدا بالنسبه للمشاهدين. احنا عندنا في اسباب كتيره لفشل المبيض، طبعا بنحاول ان احنا نتجنبها بقدر الامكان، وازاي نتعامل معاها عشان ما نوصلش لمرحله فشل المبيض. عندنا اول حاجه عندنا الاوتو اميون اللي هو خلل جهاز المناعه اللي هو بيعمل انتي اوفيريان انتي بوديز، بيعمل اجسام مضاده للمبيض. عندنا في بعض الامراض اللي هي المناعيه بتعمل كده، عندنا في اديسون ديزيز اللي هو بتاع سوبر رينال جلاند، عندنا الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي هو بيبقى مرض في الغده الدرقيه، ده بيبقى مرض مناعي في الغده الدرقيه اللي بيؤدي لفشل مبيض برضه. عندنا سيستميك لوبس اريثروماتوزيس اللي هي الذئبه الحمراء، عندنا برضه روماتويد ارثرايتس برضه اللي هو مرض روماتويد، عندنا المايسينيا جريفيس. كل الحاجات دي بيبقى فيها اجسام مضاده ممكن توصل للاوفري وتعمل فيه دمج، فبالتالي تؤدي الى فشل المبيض. العبره من الكلام ده ايه؟ ان احنا اي سيده عندها حاجه من الامراض اللي هي ممكن تؤدي الاوتو اميون ديزيز اللي ممكن تؤدي لفشل المبيض لازم نحطها تحت الميكروسكوب، مجرد ما حصل زواج نعملها كهاي ريسك، مش كواحده عادي متجوزه ونصبر عليها براحتنا، لا نعملها زي ما يكون واحده عندها 40 او فوق ال 40 سنه ومتجوزه، نصبر عليها شهر 2 3 مفيش، نلجا لوسائل مساعده بسرعه جدا جدا عشان نستغل الوقت، لان دي ما عندهاش وقت طويل ان احنا نقعد نضيع فيه، فدي بسرعه جدا ما حصلش حمل لوحده نلحق على الحمل الحقن المجهري، ناخد وسائل مساعده ما نستناش. ده بالنسبه للسبب الاولاني اللي هو الاوتو اميون. عندنا السبب الثاني الانفكشن، العدوى. العدوى دي من الحاجات اللي هي ممكن تسبب فشل مبيض، عندنا في بعض الفيروسات، في بعض البكتيريا ممكن تؤدي لفشل المبيض. المشهور قوي الفيروسات عندنا المامبس اللي هو ده بالنسبه للرجال بيعمل اوركايتس وبيعمل اتروفي في الايه، ضمور في الخصيه. المامبس اللي هو باللغه العربيه، مش هنعرفه باللغه العربيه بس، هو اللي هو النكاف تقريبا. النكاف بالظبط يا دكتور ايمن، ده بيؤدي في الرجال لضمور في الخصيه، في السيدات بيؤدي لفشل في المبيض. عندنا برضو السيتوموجالو فيروس السيدات، عندنا الفيروسيلا زوستر فيروس، يعني كلها فيروسات، مجموعه الفيروسات دي بتؤدي ايه فشل في المبيض. عندنا البكتيريا، عندنا ممكن التيوبركولوزيس اللي هو الدرن، ده برضو بيؤدي لفشل المبيض، بيعمل تدمير للمبيض. عندنا الملاريا في بعض الاوقات برضو بتعمل فشل في المبيض. فيبقى احنا عندنا بالنسبه للعدوى في مجموعه الفيروسات، مجموعه البكتيريا بتعمل فشل المبيض، برضو بنستفيد من كده ايه، ان احنا اي سيده هيجي لها اي عدوى من دول بسرعه جدا تتعالج علاج قوي وعلاج سريع، علاج افكتيف، ما نسيبهاش ولغيت لما نوصل لمرحله تدمر. يعني واحده جالها بلفيك تيوبركلوزس مثلا، نلحق بسرعه الجرعات العاليه عشان نحافظ على المبيض ما نسيبهوش يضيع. بعد كده عندنا زي ما حضرتك قلت برضو في المقدمه ان احنا عندنا السموم اللي هي التوكسنز.
الحاجات المشهوره قوي التوكسينز اللي هي للاسف كومن برضو شويه عندنا السموكينج، التدخين، سيدات المدخنات بشرعها، دول بيبقى عندهم نسبه عاليه جدا ممكن يخشوا في فشل مبكر في المبيض، سواء هي بتدخن اكتيف او باسيف، يعني واحده زوجها مدخن شره وهي داخله قاعده معاه على طول، واحده قاعده في مكتب كلهم مدخنين فطول اليوم عماله رايح السجاير، دي من الاسباب التوكسينز اللي هي ممكن تؤدي لفشل مبكر في المبيض. عندنا برضو الانسكتسايدز اللي هي الايه المبيدات الحشريه، الاسراف فيها كتير وكل يوم بيروسول بيروسول، دي من الحاجات برضو اللي تؤدي لفشل المبيض. دي خطيره جدا يا جماعه، خلي بالكم الحكايه دي. يعني تمام. انا بخافش من الحشرات ولا خاف من الناموس والدبان، اخاف من المبيدات الحشريه. تمام، ده من الحاجات هي بتاثر طبعا على جميع اجهزه الجسم. عندنا برضو اللي هي الكيميكالز موجوده بقى في الاكل واللي موجوده عندنا في الشرب والحاجات اللي حضرتك قلت عليها، برضو دي من الحاجات تؤدي فشل في المبيض. دي كلها حاجات افويدبل، يعني نقدر نتجنبها ونبعد عنها، وفي نفس الوقت كده بنحافظ على المبيض بتاعنا. هو احنا الفايده ان احنا بنعرف الاسباب، ان احنا نعرف ازاي نحافظ على المبيض ونبعد عن الفشل بتاعه. عندنا كده بعد كده في حاجه مهمه جدا، السيدات اللي بيجي لهم ساعات سرطانات بنحتاج ناخد علاج كيماوي او علاج اشعاعي. العلاج الاشعاعي لو هناخده على حاجه في الحوض عندنا زي مثلا عندنا سرطان مثانه، سرطان قولون، اي حاجه من الحاجات دي ونحتاج علاج اشعاعي على الحوض، طبعا عندنا المبيض هيتاثر. في عندنا طرق ان احنا ممكن نحط المبيض في ليت شيلد، يعني نحطه في يعني يتغلف بغلاف ان احنا نتجنب الاشعاع اللي هو داخله من الرصاص. دي حاجه. او الحاجه الثانيه، الحاجة التانية ان احنا ممكن ناخد نجمد بويضات، يعني السيد تاخد مؤشرات ناخد بويضات ونجمدها بره عندنا، بحيث بعد ما نعمل الريديو سيرابي والمبيض فشل يبقى السيد لسه عندها القدرة الانجابية موجودة ومعانا بويضات متجمدة ليها، فدي مهمة. برضو بالنسبة للسيدات اللي بياخدوا كيمو سيرابي، يعني واحدة عندها كانسر بريستا، عندها مثلا لمفوما، لوكيميا، سرطانات الدم، سرطانية كلها هتحتاج تاخد علاج كيماوي. قبل ما نبدا علاج كيماوي بنفهمها احنا دلوقتي خدنا علاج كيماوي ده هيدمر المبيض، مش هيبقى عندك مقدره على الحمل تاني. قبلها هنعمل برضه منشط ونسحب بويضات ونجمدها ونحافظ عليها. يبقى احنا السيدات هياخدوا علاج كيماوي هياخدوا علاج اشعاعي، دول نقدر ان احنا نتجنب فشل المبيض فيهم، وبرضه نكون عارفين الاسباب دي مهمه، لان برضه يعني في الاوضاع دي بيبقى سرطان بتاع الناس مخها انشغل مش فايقين، لكن طبيعي لازم الطبيب واخد باله من الحاجات ديك ويفهمها، لا احنا هنعمل كذا وهناخد كذا وناخد كذا، مشكلة ممكن تخف فعلا من بعد العلاج، بس المشكله هنخش في مشكله ثانيه يبقى لازم ناخد بالنا منها، فدي من الحاجات المهمه. نخش برضو اللي بعد كده دكتور ايمن، عندنا الفاميليال والكروموزومال ابنورمالتيز، يعني في تلاقي عائلات فيها كتير، او تلاقي الاخت واختها واختها عندهم كلهم فشل مبكر في المبيض، وبرضه في بعض الامراض اللي هي ريليت كروموزومات، كروموزوم الابنور اللي هي الكروموزومات. عندنا مثلا زي التيرنر سندروم، ده معروف اللي هو ال 45 اكس او، يبقى احنا السيده دي بيبقى عندها نقص في اكس كروموزوم. ممكن يكون بيور تيرنر، يعني كل خلايا جسمها 45 اكس او، دي طبعا بيبقى صعب انها ايه يبقى لها حل تاني. في الموزايك تيرنر بيبقى بعض الخلايا فيها اكس او وبعض الخلايا اكس اكس، دي بيبقى لها احتماليه وممكن بالحاجات الجديده انها تساعد ان هي ممكن المبيض يشتغل تاني. عندنا برضه في حاجه اسمها فراجايل اكس كروموزوم، ده بيبقى فيه ديفكت في جين موجود في اللونج ارم بتاع الاكس كروموزوم، ده برضو بيؤدي لفشل في المبيض. عندنا برضو في حاجه من الحاجات اللي هي نادره جدا بس موجوده وانا شفت حاله منها برضو، بيبقى عندنا النو اف اس اتش ريسبتور جين ابنورمالتيز، يعني احنا السيده ديك عندها المبيض كويس جدا، عندنا فيه بويضات موجوده في المبيض كويسه جدا، بس للاسف الاف اس اتش ريسبتورز الموجوده في المبيض دي مش موجود، فبالتالي الاف اس اتش عندها عالي وشغال بس للاسف المبيض ما بيستقبلوش، ونلاقي هرمونات الانوثه اللي هي الاي 2 قليله. في نفس الوقت نعمل سونار نلاقي عندنا المبيض كويس، فيه بويضات كويسه جدا، نعمل مخزون مبيض نلاقيه عالي وكويس جدا. السيده دي مهما ادينا منشط مهما ادينا علاج للاسف ما بتستجبش، لان عندها مشكله مفيش ريسبتورز بتاع الاف اس اتش اللي تشغل البويضات وتطلع البويضات، مفيش المستقبلات نفسها بالظبط. فدي مشكله كبيره، دي قد يكون برضو لها حل بالابحاث الجديده والكلام الجديد انها ترجع المبيض يشتغل تاني، بس دي من الحالات النادره ما اتعملش لها ابحاث برضو لان هي عددها قليل قوي على مستوى العالم. برضو عندنا في حاجه مهمه قوي اسمها جالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا ده حضرتك طبعا دكتور ايمن عارف ان هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، يعني عشان يجي الواحده ست لازم يكون الاب والام الاثنين حاملين لنفس الايه الاوتوزومال ديس اوردر، عشان يجي الجلاكتوزيميا دي من الحاجات برضه تؤدي فشل في المبيض. العبره ايه من كلام اللي هو الكروموزومات والوراثه؟ دي السيده اللي عندها حاجه طبعا مش هنقدر نعمل لها حاجه خلاص، بس ناخد بالنا من اخواتها. يعني دي واحده زي ديك حصل فشل مبكر عندها 20 سنه 22 سنه، اختها صغيره لسه البيريود مظبوطه والدنيا حلوه، مجرد ما تتجوز هاي ريسك، نحطها تحت الميكروسكوب ونجري بسرعه، هنعمل حقنه هنعمل حاجه هنجمد بويضات، ما نسيبهاش، لان بيبقى فاميليا ساعات بنلاقي الاخت
واختها واختها، فطبعا يبقى احنا واحده اصيبت نلحق على الباقي ونبص عليه. فده برضو مهم جدا ان احنا نعرف الاسباب عشان نعرف نعالجها كويس. بعد كده في حاجه مهمه جدا دكتور ايمن، اللي هو الاياتروجينيك، اللي هو الخطا العلاجي. دي من الحاجات بقى المشهوره يا دكتور ايمن، واللي احنا لازم ننبه عليها الاطباء وننبه عليها المرضى عشان ياخدوا بالهم منها. من الحاجات المشهوره قوي يا دكتور ايمن اللي هي المناظير اللي بنعملها مثلا زي حاجات تكيس المبيض، اللي هي بوليسيستيك اوفيريان سيندروم. ده بيبقى ايه؟ متلازمه تكيس المبيض، دي غير اكياس المبيض طبعا حضرتك عارف يا دكتور ايمن. ده بيبقى عباره عن ان المبيض فيه بالسونار بنلاقي فيه بويضات كتيره جدا اللي هي مسميات تكيس، ولازم يكون معاها زياده في هرمونات الذكوره، لازم يكون معاها تاخر في الدوره، وطبعا ايه بيبقى معاها تاخر إنجاب. العلاج بتاعها للاسف ان هم بيعملوا تثقيب للمبيض، ويعملوا يعني بيعملوا كي المبيض بالمنظار عشان يرجع يشتغل تاني. الكي ده بيدمر المبيض، فبيؤدي لان بيحصل فشل مبكر في المبيض، في حين ان احنا متلازمه تكيس المبيض لها علاجات كتيره جدا وعلاجات جديده وحديثه، يعني اللي هو الانسولين سنسيتايزر، بنعمل الويت ريدكشن، في عندنا دراجز مخصوصه علشان حكايه تكيس المبيض. فبالتالي حكايه كي المبيض دي لازم تكون في اضيق الحدود، والافضل نبعد عنها بقدر الامكان، عشان دي احنا بندمر المبيض. يعني نمسك المبيض ونكويه ونعمل فيه الثقوب ديت. ده للاسف من الحاجات اللي هي اسباب فشل المبيض. احنا شايفينه ده اصبح ممنوعا. تمام نسبة. ده كلام فعلا مظبوط. يعني الحركه دي حركه سيئه جدا 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 على كلام الدكتور شربين. تمام. صح كده؟ بيرجع العيانه بتدفع ثمنها بعد كده كتير قوي. دي كانت اتعملت من حوالي 20 سنه مثلا ولا حاجه. ده بيهرج اللي داخل ده يعمل. اكتشفوا بعد كده ان هو المفروض ان هي الكلام ده كله بيدمر مخزون المبيض. دي حاجه التصرف ده تصرف دلوقتي علميا اسمه تهريج، يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي ده 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 جريمه. اياتروجينيك. اياتروجينيك عمال يثقب. خلاص كفايه يا باشا كفايه. اياتروجينيك يعني علاج خاطئ يؤدي لفشل المبيض. عندنا برضو اكياس المبيض اللي هي العاديه دكتور ايمن، دايما من الدكاتره بيتسرعوا ويخشوا يشيل، هنشيل بالمنظار، هنفتح البطن ونشيل اكياس المبيض ديك. بنحاول علاج الطب ليها الاول، العمليات والجراحه والمناظير طبعا دي اخر حاجه نلجا لها الا مضطرين، لان حتى في الكلام اللي هو موجود على الساينتفك اللي هو مثلا في بره وكلام بيقولوا even with best hands there will be a permanent reduction in ovarian reserve after ovarian cystectomy. يعني حتى في احسن الايادي، احسن الايادي عندهم ايه يعني واحد شغال مناظير بس ما شغالش في حاجه في حياته غير مناظير، حتى في احسن الايادي وهو شغال شال كيس من على المبيض لازم هيبقى فيه نقص في مخزون المبيض دائم، لان لازم في انسجه مبيض بتطلع معاه. فالكلام ده مهم، يعني احنا ما نستعجلش دايما ان احنا نخش بالمنظار نشيل كيس نخش، ده مش حلو جدا. وبرده من المشاكل الكبيره برده دكتور ايمن البطانه المهاجره. البطانه المهاجره دي برده ما نخش بالمنظار بسرعه ونشيل، لا الكلام الايفيدنس بيزد بتاعها ان احنا لو هي اقل من 5 سم ما بنجيش ناحيتها خالص، بندي الاندكشن بتاعنا عادي، بنعمل حقن مجاري عادي، بس صاحب البويضات محتاجين يعني ايد مهره شويه ان هو بيبعد عن الكيس الشوكولاته دوت ما يجيش ناحيته وهو بيسحب البويضات. تاني حاجة لو حجمها كبير أكبر من 5 سنتي بتاخد علاج هرموني لمدة 6 شهور حجمها بيصغر ونرجع نعمل حقن المجهري تاني. حكاية اللي هي العمليات والمناظير الجراحات بتاع البطانة المهاجرة دي بنخليها في أضيق الحدود لما نكون مضطرين ليها جدا. يعني احنا بقدر الإمكان بنحاول نتجنب أي عمليات تمس المبيض، أي مناظير تمس المبيض، عشان نحافظ على مخزون المبيض ما نؤديش إلى فشل المبيض. ولو السيدات اللي هي هتخش تعمل منظار دكتور أيمن عملت تحليل مخزون المبيض اللي هو الـ AMH قبل ما تعمل منظار وبعده بشهرين هتحس هي خسرت قد ايه من مخزون المبيض بتاعها بعد المنظار. فدي حاجه مهمه، يعني ايه لازم في اضيق الحدود دكتور ايمن عشان نحافظ. دي الحاجات اللي هي الاياتروجينيك. احنا بنشوف ساعات يا دكتور ايمن تلاقي عيانه جايه تقول لك ده كان عندي كيس على المبيض وشل المبيض. ما كلام مش معقول، حرام يعني، صعب قوي. الحقيقه انت ابهرتني بذكرك للاسباب بجد، يعني انت حضرتك قلت الاسباب اللي هو اللي هيقولهم في امتحان هيطلع الاول على الدفعه. ما شاء الله. نتكلم بقى على الكلام الجديد دكتور ايمن. من هنا هنتكلم على ميديكال ريسيرش اللي هي الابحاث الجديده والتجارب الجديده وليس العلاج الطبي المعتمد. دي بدات طبعا زي ما حضرتك قلت قبل كده، هي بدات الاول في امريكا في 2016 على فئران التجارب اللي هي دخل في المنوبوز، حقن المبايض بالبي ار بي بلت تريتش بلازما، اتفاجئوا ان المبايض رجعت تشتغل الثاني بعد ما كان المعتقد ان السيد دخل سن الياس ما فيش بويضات ثاني. بداوا يشتغل على السيدات، لقينا في سيدات البيريود قطعها بدات ترجع، في سيدات المخزون القليل بدا يتصلح، في سيدات كنا بندي حقن حقن مجهري كتير عشان تطلع بويضات ما بتطلعش بدات تطلع بويضات.
في سيدات حملوا لوحدهم بعد حقن البي ار بي، كلام مش عندنا بس على مستوى العالم. احنا بدانا اشتغلنا الكلام ده بعد ما خدنا الموافقه الاسكال كوميتي عندنا في الجامعه، وفي بعض رسائل الماجستير احنا مشرف عليها مع بعض الاساتذه زمايلي في الجامعه عندنا برضو. دي بدانا ان احنا نشتغل في ده، صوره بحث كان اول حاله حملت عندنا ونزلناه ونشرناه. دي حاله كانت حملت بعد ما خدت حقن مجهري مرتين وفشل ما طلعش بويضات، حقن المبيض بالبلازما زي موجود في الصور كده عن طريق المنظار. بعد حقن المبيض بالبلازما بدا المبيض يشتغل وحصل حمل لوحده وحملت ولدت، وبعدها بست شهور تقريبا حملت ولدت تاني. فمعنى كده دي من الحالات اللي هي كانت هوبلس كيس، وبعد حقن البلازما بدا المبيض يشتغل واتنشرت في مجله دوليه. دي من الحاجات اللي هي البرومزنج طبعا، ان احنا حقن المبيض بالبلازما ده اللي هو موافقه لجنه البحث، لجنه اخلاقيات البحث العلمي عندنا في الجامعه على البحث اللي احنا كنا عاملينه. دي من الحاجات برضو المهمه، ان احنا اي بحث علمي قبل ما يتعمل لازم يتاخد موافقه عليه. برضو في بعد كده اللي هي رساله، ده برضو دي بحث انا عامله مع استاذ من الاساتذه عندنا في الجامعه، ان احنا بنقارن حقن المبيض بالبلازما مقابل حقن المبيض بالايه بالمحلول الملح. فبنشوف هل هو نهون الصالح فيهم. ده احنا نشرناه في مسجلينه على الكلينيكال ترايل، ده من اكبر المواقع طبعا اللي هي موجوده على مستوى العالم في تسجيل الابحاث. وبعد ما خدنا موافقه مجلس الاسم عندنا طبعا، وخدنا موافقه الاسكال كوميتي برضه. وده برضه قدامنا دي رساله ماجستير احنا برضه مشرف عليها انا واثنين من الاساتذه زمايلي، ان احنا بنعمل حقن المبيض بالبلازما عن طريق المنظار ونشوف النتائج بتاعته ايه، برضه بعد ما خدنا موافقه مجلس الاسم ومجلس الكليه وخدنا موافقه الاسكال كوميتي. دي كلها زي ما بنقول لغايه دلوقتي يا دكتور ايمن ابحاث تجارب، بس لازم تتعمل اندر سوبرفيجن، يعني مش اي حد. وده جزء من الحوار العلمي مهم جدا، البحث تمام. العلمي جزء من الحوار العلمي، لازم نهتم ان احنا ندعمه. محتاجين انه في جهات نقدر نقول اشرافية، لا غير اشرافية، يعني دعم مالي من جهات معينة في الجهات خاصة. يا ريت طبعا تبقى حاجة كويسة. البحث العلمي بره في جهات بتدعمه طبعا. طبعا هنا طبعا البحث العلمي انتوا بتشتغلوا يعني كده الحمد لله يعني بالقدرات الشخصية طبعًا بالحاجات طبعًا الشخصية طبعا ما شاء الله، يعني لغاية دلوقتي بروميسنج يعني يعني نتائج واعدة، سواء عندنا في الابحاث اللي احنا عملناها وشفناها، سواء على مستوى العالم. لان احنا عندنا بالنسبة للمبيض لما يحصل فشل هو ملوش علاج في ثلاث طرق بس على مستوى العالم. احنا اول حاجة الخلايا الجذعية اللي اتعملت في الاول تحضيرها صعب وحقنها صعب، فبالتالي بدأت تقل خالص ونتائجها مش حلوة قوي. في عندنا حاجة اسمها تفتيت المبيض اللي هي اوفيريان فراجمنتيشن، بيتاخد المبيض عن طريق الجراحه ويتقطع ونتعامل معاه عن طريق بعض الكيميكالز ونرجع نحقنه، مش نحقنه بقى، نرجع نزرعه تاني. فبدا عشان يبدا يشتغل. دي برده جراحه وعمليات ونتائجه برده مش سهله قوي. بالنسبه اسهل حاجه اللي هي الايه البي ار بي، اللي هي بدات دلوقتي على مستوى العالم تقريبا معظم دول العالم دلوقتي شغاله فيها، لان النتائج بتاعتها حلوه سهله جدا مش متعبه في حاجه. بس المهم مين اللي يعملها وتعمل ازاي، طريقه التحضير ازاي، الكلام ده كله مهم يا دكتور ايمن. يعني انا قبل ما ابدا اشتغل اخدت حوالي تقريبا ما يقرب من سنه على تحضير البلازما، تحضر ازاي، تتعمل ازاي، ايه الانابيب بتاعتها، ايه الاشتراطات بتاعتها، الاشتراطات في العيان ايه. وده اللي بيفرق ويخلي نتائج مكان كويس ونتائج مكان مش شغال كويس برضه، ده بتفرق كتير يا دكتور ايمن. البي ار بي كمان عمل نتائج بقى جيده جدا في مسائل الريجوفينيشن بتاعه الجينيتاليا، في اعاده نضاره بالنسبه للليبيا. دي نتائج واضحه تمام. اللي احنا بنسميها او شوت او اورجازم شوت، دي من الحاجات الجميله جدا جدا. ده فعلا بيتحقن في الكليتورز، بيتحقن في الجي سبوت، بيتحقن في الوول بتاع الفاجينا اللي هو جدار المهبل. بالتالي ده بيصلح حاجات كتير. اول حاجه بيصلح الاحساس والرغبه عند الزوجين، طبعا بيصلحها بكفاءه عاليه جدا جدا. جفاف المهبل بيصلحه حلو جدا. دلوقتي في ابحاث جايه مشرف برضو على رساله ان احنا بنستخدمه في علاج السلس البولي، من الحاجات الكويسه جدا جدا، لانه بيعيد الانسجه للوضع الطبيعي بتاعها، فبيقوي العضلات اللي هي بتتحكم في المثانه في البول. فبرضو من الحاجات الكويسه والنتائج بتاعتها الجميله على مستوى العالم. فالبي ار بي من الحاجات الكويسه جدا جدا. وبعد كده البي ار بي برضو دكتور ايمن استعمله في الليكوبليكيا بتاع الفالفا، لما يكون حقنا كورتيزون وحقنا حاجات وما جابش نتيجه خالص البي ار بي. الليكوبليكيا
بيبقى زي وايت ديسكولوريشن في الوول بتاع ابيضاض 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 اللون بتاع بالاضافه بيبقى فيه هايبر بليزيا شويه فيها بتاع بيبقى فيه مشاكل بتعمل ايتشنج وايريتيشن جامد وبتاع. فلما يفشل العلاج كله لقوا ان حقن البي ار بي برضه بيجيب نتائج كويسه جدا. ليها استخدامات كتير قوي عندنا البي ار بي طبعا طبعا. انا هسيب بقى حضرتك تقدم لنا الكلام بتاع الاستاذ الدكتور بكر النشار، يعني حضرتك يعني اقدر مني في التقديم ده. تمام تمام طبعا. استاذي الدكتور ابو بكر النشار ده معروف لجميع اساتذه وجميع الاطباء ويعتبر استاذ الاساتذه جميع الاطباء على مستوى مصر بس، لا على مستوى العرب، لا على مستوى العالم كله. مفيش مؤتمر دولي في اي مكان في العالم غير لما تلاقي المحاضرات بتاعته موجوده عنده. موقع فيه محاضرات، اكبر عدد محاضرات على مستوى العالم موجود فيه طبعا، من الاساتذه اللي الناس كلها تجلهم. يعني بنقول عليه مثلا العلامه، بنقول عليه منارة العلم، بنقول ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله يعني طبعًا. يعني ده استاذنا كلنا. وطبعا كنت انا قابلته في مؤتمر الجمعيه المؤسسه الامريكيه الدولي، كان المؤتمر الثاني، وكنا اتقابلنا مع بعض وكان حاضر، وكنت انا في محاضره هناك بقولها، وبعد كده خدت رايه في الاخر. طبعا رايه اسعدني جدا وشهاده اعتز بيها جدا 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 جدا. هنسمع طبعا، يعني يسعدني ان يكون على شاشتنا في القاهرة والناس القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور أبو بكر النشار. تعالوا نسمع مع بعض كلامه، يعني ما سجلناش كتير أو ما خدناش فيديو طويل، كان نفسنا يكون أطول من كده، لكن هنسمع كلام مهم جدا. تعالوا نسمع مع بعض ونرجع تاني. وطبعا يشرفني ويسعدني رأي أستاذي الفاضل وقدوتي الأستاذ الدكتور بكر النشار. الحقيقة أنا بأهني حضرتك على اقتحامك هذا المجال اللي فيه بنقول للست مفيش أمل، لكن دايما الامل موجود في ربنا وموجود في الطرق الجديده في الابحاث. وبحييك درجه الامانه وانك انت بتقول بان هو ده لسه تجريبي، وانك انت بتعمل كونسلنج، بتعمل مشوره وبتفهم المريضه ان هذا الكلام تجريبي وان النتائج ما هياش اكيده 100%، لكن احنا بنعمل كده ان هو ممكن ان هو يفيد. وانا الحقيقه النهارده لما شفت البرزنتيشن بتاع حضرتك وازاي بان الحمد لله في حالات نجحت، فدي كلها شيء مبشر وشيء جميل ويدي الفرصه للاخرين بان هم يحاولوا بان هم يجربوا ويسيروا على نفس الطريقه ويشوفوا النتائج بتاعتها شكلها ايه. الحقيقة طبعا أكيد الحوار يعني هو دعوة موجهة طبعا للدكتور نشار، في أي وقت يكون فاضي يشرفنا يبقى حاجة عظيمة جدا 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 قامة كبيرة جدا طبعا جدا جدا. نسعد جدا بوجوده معنا. هرجع تاني أقول أنه الاجتهاد وفريق العمل ده فريق عمل طبعا، مش 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 بس أداء فردي. لا لا بنتكلم على فريق عمل كبير بيعمل شغل فيما يتعلق باستعادة نشاط المبيض والريجيفينيشن. تعبير ريجيفينيشن تعبير دقيق؟ لا هو ريجوفينيشن يعني هو التعبير الاصطلاحي اللي هو في المعجم بتاعها يعني اعاده احياء. احنا نقصد اعاده تنشيط المبيض، اعاده تشغيل المبيض تاني بعد فشل، بعد ما كانش فيه بويضات خالص. يعني احنا دلوقتي ما بنحقن البي ار بي اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، بيبقى فيه جواها حاجه اسمها جروث فاكتورز اللي هي عوامل نمو. عوامل نمو تحقن في المبيض بتخلي المبيض يرجع يبدا يشتغل تاني، بتقول له اشتغل ويبدا يشتغل تاني. هي طبعا من الحاجات المهمه او الاسئله كتير بتسال لينا، بيقولوا هل ده ممكن يعمل سرطانات، يعمل اورام في المبيض ولا حاجه؟ عيني كتير بيسالوا الكلام ده. هو طبعا مش ممكن يعمل اي اورام ولا اي حاجه خالص، هو كل فكره ان هو العوامل النمو بتشتغل على الجدار بتاع الخليه وليس على النواه. فدي اول حاجه اللي هي تدينا الامان الكامل انها ما بتعملش اورام ولا حاجه. تاني حاجه استخدام البي ار بي في اذر ميديكال فيلدز، يعني في برانشات الطب المختلفه بقى لها سنين طويله جدا واستخدم كتير او ما فيش منها اي مشاكل خالص. يعني هي لو ما فادتش مش هتضر، هي بالعكس هي من الحاجات اللي هي هتبقى كويسه جدا والحاجات اللي هي بروميزنج جامد طبعا. بقى كل ده تحت عنوان البحث العلمي، احنا بنتكلم طبعا في منطقه بحث علمي. البحث العلمي له شكل معين في الطرح والتفصيل. ده المؤتمر اللي حضرتك رحت فيه، المؤتمر المؤسسة الأمريكية الدولي الثاني ده كان فيه الدكتور باكر وكان فيه بقى كوكبة من العلماء كلهم على مستوى كل العالم، كل طبعا يعني العائلة المصرية في عالم النساء وعالم تأخر الإنجاب بتكون موجودة. هسمعك الفتي، لازم اسمعك ابو العريف اكيد، ما ينفعش نمشي بعد العلم الدقيق والكلام المهم بتاع المستقبل، بتاع الامل، بتاع النهارده وبكره وبعده، بتاع ان احنا نرغب في انه احنا نحافظ طبعا على
مش بس النساء قدره الست على الانجاب، كمان مهم قوي ان احنا نحاول نرجع للست قدراتها الانثويه، ده شيء مهم جدا طبعا. جدا جدا يا جماعه. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني استاذ امراض النساء والتوليد، الاستاذ بكليه الطب والعضو المشارك في الكليه الملكيه لاطباء النساء والتوليد بانجلترا والعضو الجمعيه الامريكيه للتجميل النسائي وصاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد واستشاري الحق المجاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي ورئيس مجلس اداره مستشفى ومراكز تبارك للولاده والحقل المجاري والتجميل النسائي. شرف كبير لينا وجودك معنا. شكرا دكتور ايمن، نورت الدكتور. شكرا، خليكم دايما مع الدكتور.